الحمد لله الذي وهب لنا الأزواج والذرية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في كتابه عن صفات عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير داعيًا ومربيًا، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فهي وصيته للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله عز وجل سبب للسعادة في الدنيا والآخرة. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. أيها المسلمون، امتن الله علينا بنعم عظيمة، والتي من أعظمها نعمة الأولاد، وجعلهم ربنا تبارك وتعالى زينة للحياة الدنيا. قال سبحانه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وجعل ربنا تبارك وتعالى الذرية الصالحة من نعيم الآخرة، فقال سبحانه: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، فهم نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى، وأمانة نسأل عنهم يوم القيامة. فإن الأولاد ينشؤون ويتربون على دين آبائهم وما علموهم إياه من خير أو شر. في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالابن يا عباد الله يولد على الفطرة السليمة القابلة للخير، ولا تنحرف هذه الفطرة إلا بسوء التربية والقدوة السيئة. فكونوا يا عباد الله قدوات صالحة لأبنائكم وذرياتكم. أيها المسلمون، أما علم كل منا أن الله تعالى سائله يوم القيامة عن رعيته وأبنائه وأهله؟ ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فمن علم أن الله سائله يوم القيامة عن رعيته وأهل بيته، فكيف تغر عينه بإهماله لهم؟ لا يأمرهم بخير ولا ينهاهم عن شر إلا على الدنيا الفانية ومصلحته الخاصة. يجد بعضهم أن ابنه تفوته الصلوات ويقع في المعاصي والمنكرات ولا تتحرك فيه شعرة، ولربما لو أخذ شيئا من ماله أو من أمور الدنيا الفانية لأقام الدنيا وأقعدها عليه وهجره الليالي ذوات العدد. فالميزان عنده ميزان دنيا لا ميزان دين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أيها المسلمون، لقد حرص نبينا صلى الله عليه وسلم على تربية أبناء المسلمين على العقيدة الصحيحة التي تقوي صلتهم بالله تبارك وتعالى، فقال لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنه موصٍ له وهو صغير:
كما في مسند الإمام أحمد والترمذي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم حريصاً على تربيتهم على مكارم الأخلاق وحسن الآداب. قال عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه: كنت غلاماً في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال رضي الله عنه: فما زالت تلك طعمتي بعد. رواه البخاري ومسلم. أيها المؤمنون، إن تربية الأبناء والبنات ليست مقصورة على المأكل والملبس فحسب كما يظنه بعض الناس، فهذه وإن كانت واجبة على الآباء تجاه أبنائهم ويؤجرون عليها، إلا وأن التربية الضرورية الحقيقية هي تربيتهم على الدين الصحيح والأخلاق الفاضلة، كتعليمهم للقرآن العظيم وانضمامهم في حلقات التحفيظ، وهي متوافرة في بلادنا ولله الحمد، وتعليمهم أداء الصلوات جماعة مع المسلمين، وحثهم على صلة الأرحام واحترام الكبير وأهل العلم والفضل وغير ذلك من الخصال الحميدة، وأيضاً عدم أذية الناس والحذر من أصحاب السوء. أيها المؤمنون، بعث هشام بن عبد الملك ولداً له إلى معلم يعلمه، إلى معلم اختاره لتعليمه وتدريسه، فكان أول ما كتبه إليه أن قال: إن أول ما أوصيك به أن تأخذه بكتاب الله، وأن تبصره بالحلال والحرام. وذكر الذهبي في سيره أن عبد الملك بن مروان والد عمر بن عبد العزيز بعث ابنه عمر إلى المدينة يتأدب بأخلاق العلماء، وكتب إلى صالح ابن كيسان أن يتعاهده وهو من سادات التابعين، وكان يلزمه بصلاة الجماعة، فأبطأ ذات يوم عن الصلاة، فقال له: ما حبسك عن الصلاة؟ فقال: مرجلتي تنسل شعري. فقال له صالح: بلغك من ذلك أن تؤخرك عن الصلاة؟ وكتب بذلك إلى والده، فما لبث إلا أن أرسل رسولا إليه، فما كلمه حتى حلق شعره. فانظروا يا عباد الله إلى أثر هذه التربية الطيبة من سلفنا الصالح، وأثرها على الأبناء، حتى أخرجت لنا عمر بن عبد العزيز، ومن هو عمر؟ الحاكم العادل المجدد الأول في الإسلام، حتى أنه عده بعض أهل السنة والجماعة أنه هو خامس الخلفاء الراشدين. قال عبد الملك الميموني رحمه الله: كنت عند الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة، وجاء ذكر الشافعي فرأيته يرفعه أي يثني عليه، وقال: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. فكان عمر بن عبد العزيز على رأس 100 الأولى، وأرجو أن يكون الشافعي على رأس 100 الأخرى. عباد الله، إن أبناءنا ومن تحت أيدينا أمانة في أعناقنا، ونحن مسؤولون عنهم عند الله تبارك وتعالى. فكم ابن وقع في الفساد والانحراف بسبب إهمال أبيه له، وكم ابن آذى المسلمين بسبب إهمال والديه له. فأبناؤكم زرعكم،
وما حصدت أيديكم من خير أو شر، والله هو الهادي سواء السبيل. ولكن الوصية يا عباد الله هي في بذل الأسباب الصحيحة التي تعينهم على صلاحهم وتربيتهم على الدين الإسلامي القويم، واختيار الرفقة الصالحة خاصة في سن المراهقة. فالمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وكما قال الشاعر: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فإن القرين بالمقارن يقتدي. فاللهم عنا على تربية أبنائنا تربية صالحة، واجعلهم صالحين مصلحين، واحفظهم من كل سوء يا رب العالمين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمةً للعالمين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أن الله سائلكم عن أعمالكم وما وكلكم به من أمانة، ألا وإن أولادكم وأهليكم أمانة في أعناقكم تسألون عنها يوم القيامة، فلا تضيعوها. أيها المسلمون، يجب على ولي الأمر أن يتعاهد أهل بيته من زوجته وبناته بالسؤال عن دينهم وعن صلاتهم وعمن يتواصلون معه، سواء في المجالس أو في وسائل التواصل التي عم خطرها وشرها في هذا الزمان، ويكون خير موجها لهم، ويعلمون أنه معهم من غير تفريط ولا تشكيك، وأن يحرص على ملازمة أبنائه سواء كانوا صغارا أم كبارا، بحثهم على أداء الصلوات جماعة مع المسلمين، واحترام بيوت الله من العبث. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وبحثهم على مكارم الأخلاق من الصدق والوفاء وحسن الأخلاق والجوار واحترام الكبير، وحثهم على مجالس العلم، وينهاهم عن محارم الله وسفساف الأمور من الكذب والخديعة وأذية المسلمين، والحذر من مجالس الغيبة والنميمة والفساد. ويكون الأب في نفسه خير قدوة في ذلك، لأن الأبناء يا عباد الله يقتدون ويتأثرون بالأفعال أكثر من الأقوال، وهم حصاد زرعكم في الآخرة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولدًا صالحًا يدعو له. أسأل الله تعالى أن يصلح أزواجنا وذرياتنا، وأن يعيننا على تربيتهم التربية الصالحة. عباد الله، للتربية الصالحة وسائل وأسباب يجب معرفتها والاهتمام بها، منها بل من أهمها وقد يغفل عنها كثير من الآباء: أولاً، الدعاء لهم بالتوفيق والصلاح خاصة في أوقات الإجابة، فالله هو الهادي سبحانه وتعالى، بيده مفاتيح الخير، من اعتمد عليه اعتمد على ركن شديد. وفي القرآن العظيم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وهو سبحانه مجيب لمن دعاه: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ثانيا، اختيار الرفقة الصالحة وعزل رفقاء السوء عنهم ولو كانوا من أقرب الناس لهم في النسب. فقد قال صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي.
ثالثاً التنبُّه من جوالاتهم وعمن يتواصلون معه، فإن الهواتف يا عباد الله تربي أكثر مما يربي الآباء. ومن الأسباب أيضاً ارتباطهم بآبائهم إن كانوا صالحين، يتعلمون منهم العلم والحكمة ومراعاتهم في الخطاب، فصغار السن لهم خطاب، والمراهقين لهم خطاب، وكبار السن لهم خطاب. فقد أُثِر عن بعض السلف: لاعب ابنك سبعًا، وأدِّبه سبعًا، وآخِه سبعًا، ثم ألقِ حبله على قاربِه، أي أنه بعد ذلك لا خوفٌ عليهم. فاللهم ارزُقنا ذُرِّيَّةً طيِّبة، وأعِنَّا على تربيتهم يا رب العالمين. اللهم أغِرَّ أعيُننا بصلاح ذُرِّياتنا، ولا تُخيِّب رجاءنا يا رب العالمين. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الشرك والمشركين، ودمِّر أعداءك أعداء الدين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم للبر والتقوى، واحرصهم بالإسلام، واحرص الإسلام بهم يا رب العالمين. اللهم من أراد بلادنا وأمننا وجنودنا وولاة أمرنا بسوء، فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره بعزتك وقوتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر جنودنا المرابطين على الثغور يا رب العالمين، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.